ومرحبا بكم في فيديو جديد. وفي ظل الغلاء ديال الاسعار ديال الماكله ديال الطيور، قررت انني ندير هذا الفيديو هذا باش نتشارك معكم النظام الغذائي اللي كنقدم للطيور ديالي، واللي هو غذاء متنوع وفي نفس الوقت هو اقتصادي، وغادي يخليكم ما غاديش تشريو الماكله، يعني كل مره غتولي غادي تشري الماكله وغادي تقتصد وغتقتصد بزاف، وهذا الشيء كنقولوا عن تجربه. المهم ما يبانش لك هذا الشيء هذا كامل وتقول هذا الشيء غالي ولا قطعي عليه غالي، غير هو هذا الشيء هذا مزيان من ناحيه اقتصاديا، زائد انه الطيور ديالك ما غادي يبقى خاصهم والو، وغادي يستافدوا حتى بواحد النظام الغذائي اللي متنوع وفي نفس الوقت متكامل. واول حاجه غادي نبداو بها وهي الزوان. فالزوان ولا البراقه، فهذا باش ان الطير نخليه ما يبقاش يستهلك الزوان بوحدو وبواحد الشكل اللي كبير، فاننا خاصنا ضروري اننا ننوعو. وفاش كنقولوا ننوعو ماشي بالضروره انني نعطي واحد التخليطه اللي مجموع فيها كاع داكشي اللي باغي تعطي، لا بالعكس انا ما تنفضلش الطريقه هذه، لان الطير فاش كتعطيه الماكله بالطريقه هذه كياكل شي حاجه وكيبدا يرمي لك حاجه واحده اخرى، وهنايا انت اللي كتولي خاسر، وداك الطير حتى هو ما كيستافدش من ديك الماكله كامله. فاحسن حاجه غادي نديروها هو غادي نوريكم النظام الغذائي اللي غادي به انا، والحمد لله تقدر تخدم به على طول العام، وزعما بلا ما يقول لك شي واحد لا راه شي حبوب في هذا الشيء هذا راه غادي يكونوا دهنيين وغادي يضروا الطير ولا يهلكوا في صحته. الحاجه الوحيده اللي تهلكوا في صحته هو لك شي كتعطيه الزوان صحيح، هذا هو اللي غيهلكوا في صحته. اما فيما يخص داكشي اللي دهني، فحنايا هذا الشيء اللي كنعطيوه حاليا نقدروا في الوقيته فاش كيسخن الحال اننا غير نقصوا من الكميه وماشي غادي نحيدوها في خطره. المهم باش نوريكم النظام الغذائي دابا نبداو نوريكم حاجه بحاجه. فكما قلت لكم اول حاجه وهي الزوان، والزوان هو اللي خصو يكون دائما في المعلفه عند الطير. وثاني حاجه اللي كنعطيها انا في كنقسم كما كنقولوا باش انك تعرف شنو عطيتي للطير وشنو ما عطيتيش ويمشي معك النظام مزيان، غادي تقسمه مثلا، غتشد ايام ديال الاسبوع كامله من اثنين حتى لحد، وغادي دير في كل نهار غادي نعطي فيه واحد الحاجه، وانا غنوريك داكشي اللي كنعطي انا باش تقدر تعطيه نتايا في نفس النهار اللي كنعطيهم انا، وتقدر دير نهارات واحد اخرين. المهم غير باش نوريك اش كاين هنا. فمثلا بالنسبه لنهار اثنين، فنهار اثنين انا ما كنعطيش فيه هنا الحبوب، كنكون الطير عنده الزوان بوحدو في المعلفه، زائد الزوان كيكون عنده كنعطي فيه الخضر مثلا، سواء الخضر ولا الفواكه، تقدر تعطي الخيار، تعطي الخس، سواء تعطي الليمون، تعطي الجرجير، عندك اي حاجه يعني كتعلق الورق ديال الفجل، اي شي حاجه عندها علاقه بالخضروات والفواكه كنعطيها ليه نهار اثنين. ومثلا في النهار ديال الثلاث، في النهار ديال الثلاث انا كنختار انا نعطي الطيور ديالي هذه الزريعه ديال الحريقه ولا القريص، الحريقه ولا القريص كل واحد كيسميها. المهم هذه الزريعه ديالتها هي اللي داير الشكل ديالها بحال هكا، وتقدر الا كان في هذه الوقيته هذه في الطبيعه راها متوفره تقدر تعطيها حتى خضره ماشي مشكل. انا كنعطي هذه مع سميتها مع الشيه، علم كيعرف الشيه هي هذه الشيه، كنعطي هاد الزريعه ديال كما قلنا الزريعه ديال الحريقه ولا القريص مع الشيه، كنعطيهم بجوج. علاش؟ لانهم صغار في الحجم ديالهم، و الا حطيناهم وسط شي تخليطه واحده اخرى يقدر الطير ما ياكلهمش ولا انه يشتتهم. هذا فيما يخص النهار كي كنقول نهار ثلاث ولا نهار الثاني. اما في النهار اللي موالي ليه كنعطي الباطي، والباطي عندي هنايا واحد الباطي اللي مقاده انا، وهذا الباطي تقريبا مخلطة هذه فيها تقريبا جوج ديال لي باطي، فيها جوج ديال لي باطي زائد شويه ديال النيجر وشويه ديال زريعه الكتان. وهذا الباطي هذا اللي فيه هو كاين فيه واحد الباطي ديال الحشرات، كاين فيه باطي ديال الحشرات زائد واحد الباطي صفر ما عقلتش على السميه ديالو، المهم تيتقاد بداك البسكوي وفي شي حاجه بحال البيض ناشف، المهم داير بحال هكا وفيه فيه ديال الحشرات. هذا مزيان، هذا كما قلت لكم اللي كنعطيه انا مثلا في النهار الاربع. ونهار الخميس، نهار الخميس كنعطي المانيطوبه. هنا كاين عندي المانيطوبه، ها هي خلاص المانيطوبه، راه كلشي عارف شنو هي المانيطوبه، ها هي كما كتشوفوها. غير هو هذا المانيطوبه هذا راه غتبان لكم زايدين فيها شي حوايج بحال الخرطال بحال
زريت لي كيف مهم زدت فيها انا شي حوايج اللي بانوا لي ناقصين فيها، هذه كنعطيها انا نهار الخميس. وبالنسبه لنهار الجمعه، في نهار الجمعه كنحاول انني نعطي الفواكه ولا الخضار، ما نحاولش نعطي الحبوب، نحاول نخلط نعطي الفواكه ولا الخضار. كما قلت لكم الفواكه ولا الخضار اعطي اي حاجه متوفره عندك، ماشي بالضروره خصني نعطي تفاح ولا نعطي بانان ولا نعطي ليمون، لا اعطي اي حاجه كاينه عندك. المهم ان داك الطير ياخد شي حاجه خضراء في السيمانه. اما فيما يخص نهار السبت، فمن نهار السبت انا كنعطي الزريعه ديال الشوك، والزريعه ديال الشوك كاين فيها شي ثلاثه ديال الانواع، اما نوريهم لكم. كاين هذا، كاين عندنا هذه هي هي، وانا نوريكم الطريقه ديال التقديم ديال هذه، زائد هذه هي، وكاينه زريعه الشوك الثالثه واللي هي هذه هي. وهذا تقدروا تلقاوهم عند صحاب الطيور موجودين. غير هو بالنسبه للاخوان لهادو، غير هو الاخوان بالنسبه لهادي وهادي، فضروري هذه انك تطحنها، ما كتعطيهاش للطير بحال هكا، لان الطيور في غالب الطيور ما يقدرش يهرسها لان قاسحه، لان انت اللي شديتيها بسنانك هذه ما تقدرش تهرسها، فهذه ضروري انك تهرسها ولا بيتها في الماء تو كان ترطب. الا بيتها في الماء ورطب تقدر تعطيها للطير، اما الطير ما يمكنش تعطيها ليه بحال هكا، لان غير كيهزها وكيرمي يعني ما كيقدرش يهرسها. زائد انني فاش كنعطي هاد الزريعه ديال الشوك ما كنعطيهاش غير بوحدها، كنعطيها حتى مع الزريعه منقيه، كنزيد معاها هاد الزريعه كحله هادي منقيه حتى هي كنعطيها معاهم في نفس النهار، يعني نهار السبت مثلا. وبالنسبه لنهار الحد، في نهار الحد تقدر تعطي فيه فواكه، تقدر تعطي فيه خضرات، تقدر تعطي فيه الورقيات بجميع الانواع ديالهم، المهم تعطي داكشي اللي متوفر عندك نتايا وصافي. زائد انني كنعطي حتى هذه اللي خصها تكون عندك ديما، هذه فيهاش هذه ديك الرمله، الرمله اللي كنعطيو للطيور، ولكن هنا الرمله مخلطه مع التراب ديال النمل، زائد فيها الفاخر، فاخر داك الحل، المهم مخلطين فيها هنا. زائد حتى السيبيا، فيها حتى السيبيا، كنطحن السيبيا، والسيبيا واخا كنطحنها وكنعطيها لهم هنا، كنعطيها لهم تف القفوصه، كتعلق الطرف ديال السيبيا ولا عدم الحبار ولا كل واحد اش كيسميها، كتعلقها ليه في القفص بحال هكا. وفي نفس السيمانه باش يكون عندنا كلشي مقاد، في نفس السيمانه فاش كنعطيو هذا الشيء، هذا انا عندي تقريبا نقولوا 4 ايام في السيمانه، 4 ايام في السيمانه، جوج مرات في السيمانه كنعطيو فيها الكولين واخا راه الكولين كاين في الزريعه ديال الشوك اللي وريتكم، ولكن ضروري ان نعطيو هذا لان كيكون بواحد التركيز اللي كيكون عالي. كنعطي جوج ديال المرات في السيمانه الكولين، راه يعني الناس اللي كتقول لك هذا المهم، هذا راه ماشي دواء، هذا راه مكمل غذائي وماشي دواء، غير باش نكونوا فاهمين، شوفك شي واحد تعطي الدواء ولا شي لعيبه. والمهم هادشي كامل اللي كتشوفوا، زائد انه كنعطيو حتى خل التفاح ولا الفينيغ دو سيدر، المهم خل التفاح الاخوان تندير عليه فيديو، لانه ما كتعطاش معلقه ولا نقطه ولا معلقه صغيره ولا كبيره، لان خص تقيس البي اش ديال خل التفاح اللي غتستعمل، وماشي هو هذا 5% اللي كتبان لك هنا ديال الحموضه، راه ماشي هي البي اش، لا البي اش هو البوتونسيال هيدروجين، ماشي هي الحموضه اللي مكتوبه هنا، ما عندهاش علاقه بداك الشيء. المهم كيخص يتقاس الحموضه ديال الماء والحموضه ديال هذا، وحتى فاش كنخلطوهم عاد تنعطيهم للطير، ما كنعطيهمش بحال كي كنقولوا، كنعطيهم غير هكاك عشوائيا، نتعمر واحد شويه ولا نقطه ولا جوج، راه ما كافيش، ما غداوي داك الطير وما غتنفعو في حتى شي حاجه. المهم الاخوان غادي يبان لكم هادشي كثير، واحد الحاجه اللي ما وريتكمش مازال، وهي هذا الميلونج ديال الكناري، وحتى هو راه كنعطيه، تقدروا تعطيوه في شي نهار من حتى هو من الايام ديال الاسبوع، لانك تقدر تلقى شي حبوب اللي كاينين هنا ما كاينينش في هاد الخلطات الاخرين، وتا هو ضروري، انا كنعطيه تا هو ضروري. غير بالنسبه للناس اللي غادي تقول لك لا هادشي كامل راه كثير ولا هادشي غيطيح لك غالي، لا بالعكس، انا عندي تجربه الوقيته اللي كنت تنشري الزوان، اللي كنت تنشري مثلا فيها الزوان انا بوحدو، وكنشري واحد الكميه كبيره، تشري خنشه ولا نص خنشه، وكنت ناخد معاه سواء المانيطوبه وشي حاجه خفيفه، بالعكس كانوا كيتسالاو دغيا، وكانوا ما كيديوش ليا وقت كبير، ولكن الوقيته
درت هاد الخلطه هادو كاملين، وليت كنعطي كل حاجه بوحدها، ولا كل حاجه كنعطيها في النهار تقريبا. راه مثلا انا غنعطي انا هاد الزريعه ديال الحريقه هذيك مع الشيا، راه كتعطيها مره واحده في السيمانه، يعني راه غتعطي سواء كان عندك الطيور كثار ولا كان عندك الطيور قلال، راه غادي تعطيها مره في السيمانه، يعني سير حتى السيمانه اللي مورا غادي تعاود تعطيها مره واحده اخرى، وهكا كتنوع الطير وفي نفس الوقت كتقتصد نتايا، والطيور ديالك كيتنفعوا مزيان. المهم اللي بغى يسول على شي حاجه، المهم انا ما ذكرش الاثمنه ديال هاد الحبوب، لان كل بلاصه غتلقى فيها شي ثمن، داكشي ما ذكرش الاثمنه ديالهم. واللي بغى يسول على شي حاجه مرحبا، ونشوفكم فيديو جاي ان شاء الله.